في قصة أخرى يقول أن الإيرانيون الآن أكثر حرجا من أي مرحلة أخرى، هم الآن يتعكزون على العراق لغرض أن يتفاهموا مع دول الخليج. إيران محرجة حتى تتفاهم مع السعودية وتقبل بالتسويات الأقليمية. أنا قلت لك، بس قلت لك الفرق يضغطون على الكاظمي. العراق مو وسيط مرتكز، العراق ده يستخدم أستاذ نجم، هذا الفرق. أنا ما أكيف الآن يصير حل، إحنا من دعينا بالجبهة العراقية الوطنية المعارضة للسلام بالشرق الأوسط، ليه حد يفسرها عبالة نحكي عن إسرائيل الفلسطينيين؟ السلام بالشرق الأوسط جزء منها، هاي المشكلة بين إيران وبين السعودية على أسس طائفية وغيرها وما شابه ذلك، كنت تعرف وسببت المشاكل العراقيين. أنا أقول السلام بالشرق الأوسط أوسع، تسويه الشعوب مو الحكومات، لكن أنت تجي تستخدم العراق لأنه أحدهم يريد أن يبقى في الحكومة، فتقول له روح، بلكي تقنع للسعودية والكويت يجون يقعدون قبالي. أنا بسأل داخل الشرعية، لأنه رئيسي الآن مهنة أي دولة عالمية، لاحظ، وهنالك أخبار مؤكدة سوف لن يسمح له بزيارة نيويورك. تذكر قصة أحمد نجادي وحسن روحاني من خلوه في فندق ودخلوه بنفق، تذكرها كل الزيان، قالوا له هذا النفق بس. عادل عبد المهدي أيضا لم يسمح له على الرغم من يعني عادل رئيس وزراء الطلبات الكثيرة، وبعدين هو اللي يزور نيويورك يعني خما زائر بيت الله. لا أنا ما لازم هالزيارة هذه على قولك شو اسمه بلاها. لا عزيزي أنا ما أقول نيويورك يعني يروح يلتقي بالرئيس الأمريكي، أنا أحكي عن مقر الأمم المتحدة عزيزي. زين، هذا هو الشرعية الدولية، يعني مو أنا وياك كتنا فلش الشرعية الدولية. خوش. رئيس الدولة يجي يلقي كلمة، اسمح لي. أي. ما بالك هذا راح يصير بشيء داعش، ما بالك إذا ما سمحوا له. فرئيسي يعرف، كابينته يعرفون، اليوم وزير خارجيته المرشح تعرف شو يقول؟ يقول أنا بس أصير وزير خارجية راح أدعم الميليشيات. تفضل. ها؟ يعني هاي دولة تستطيع أن تعمل ليش أنت هي كل عمرها هي كل عمرها تدعم الميليشيات. لا وإذا ما قال أكد ده ينتقد ظريفي، مو ظريفي ما كان عنده يدعم الميليشيات، هو ما كان عنده شركات. ما قصروا بالحرس الثوري وفيلق القدس، كانوا يدعمون. أنا أقول لكن أنا أسأل، إيران شرعية، اسمح لي، شرعية النظام الإيراني الآن مثلومة بعدم بسبب عدم الاعتراف برئيسي. ضغطوا الإيرانيين على الكاظمي، مو على الكاظمي شخصيا، على حكومته، وقالوا له جيب هاي المبادرة، قعد الجماعة، بلكي يجي رئيسي ويقعدون حوالي الملوك والأمراء. تعرف كيف؟ إذا صارت هذه أمريكا وأوروبا راح تقول خلاص احنا شعلينا، إذا هاي الدولة اعترفت بي. ليش أقول لك؟ أقول لك أبو علاوي، ليش رئيسي باكر يقعد بمؤتمر قمة بغداد يسولف معلق مثلا؟ اي طبعا. لا ليش؟ الايراني مو مثلنا، مو مثلنا يسولف معلق. الوقت اختلف، اختلفت الامور، ما اختلفت الامور الان. زين، شنو هذا الصمت اللي انا مال الصواريخ والكاتيوشه؟ ليش اي ليش توقف الى حد كبير الحقيقه، يعني اغتيال الناشطين ولو حصل قبل يومين واحد بعد ذلك في ناس اكو متغيرات دوليه واكو هم اكبر من هم. إيه لان الميليشيات والعصابات اللي ايران مسلطتها على الشعب العراقي تقتل بالناشطين وتقنص بيهم وتضرب السفارات وغيره، قال تقعد في اسبوع اسبوعين. اذا العراق مو دوله ذات سياده مستقله عندها قرارها تنطلق من عنده، اكو اوامر تجي من طهران. ولذلك خليني اربط لك هذا بالانتخابات. مصير الكاظمي طبعا تعرف جنابك في الانتخابات. الان اكو تحول جديد، إذا ما صارت الانتخابات الكاظمي هم يبقوا. من اللي يبقي؟ من اللي جماعة قاعدين بارحة الفتح وجوز سايرون كانوا وياهم ودولة القانون. إذن عدم رضا هؤلاء على الكاظمي، إذن قد يكون الكاظمي في الخط الوطني.